رئيسية لبلدية دبدو حتى يختطفك جمال طبيعتها الخلابة. نشوة سرعان ما تتبدد وأنت تمر عبر هذه الطريق الوعرة المتآكلة الأطراف. محنة يكتوي بها الذين يعبرون هذه الطريق يوميا أو أسبوعيا في اتجاه سوق الجمعة. كان مشيو لصغنيل هذه 36 عام، وكان مشيو لجمعة الدوار، وما زال هذه الطريقة ما زال ما كتبش الله باش يريقلوها لنا. منين يكون الثلج كتكون مبلعة، ومنين تكون بعد الساحة الحجر كيطيح لنا منها من الحدورة، وكيطيح شي حلقوم على شي واحد منا في هذه الحدورة. بايت في الخدا، ما مشيت حتى صبح الحال، حتى صبح الحال الصبح عاد 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 قطعت الماء، ما قدرتش نقطع تما تغلبت. دبدو جمال بنكهة المخامرة، والطريق المحفوفة بالمخاطر كانت ولا تزال سببا رئيسيا وراء عرقلة مبادرات الاستثمار. يحب الناس أن يستثمروا في هذه المناطق التي تحيط بدبدو، لكن وخاصة الأجانب منهم على سبيل المثال الخليجيين اللي كيأتيو يبغيو يستثمروا هنايا، لكن غياب البنية التحتية وغياب المسالك الجغرافية، مسلك جغرافي واحد لا يكفي، وهذا المسلك هو ضعيف جدا. المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتوريرت خصصت ميزانية قدرها 60 مليون درهم لإصلاح هذا المقطع الطرقي الهام، وذلك على ثلاثة أشطر. الشطر الأول واللي كيهم توسيع وتقوية مدخل مدينة دبدو على طول 5.3 كيلومتر، والكلفة ديالو 12 مليون درهم. فهاد الشطر انطلقت الأشغال مؤخرا، والمدة الإنجاز ديالها هي 5 أشهر، بمعنى أنه إن شاء الله من هنا لشهر ماي غادي نكونوا انتهينا من الأشغال. أما الشطر الثاني فقد خصص للتضاريس الوعرة والمنعرجات الخطيرة، وسيكون جاهزا في غضون هذه السنة، فيما يهم الشطر الثالث علاوة على تقوية وتوسيع الطريق من 6 أمتار إلى 10 أمتار إنجاز الأشغال ما بين النقطة الكيلومترية 181 والجماعة القروية العاطف ولاد محمد.